ابن ولا حسان مساعد في محاسب هنا في الشركة ديال بيلوتو. نعم، نحن أين بالضبط؟ احنا دابا في بيلوتو. بيلوتو خاصة ببيع السيارات، فيها بزاف الأنواع، كاين هيونداي، كاين هوندا، كاين سيات، كاين المرسيدس، كاين والجهة الأخرى كاين عودة، كاين الرونو وكاين داسيا. شنو وقع هذا الصباح؟ هذا الصباح ماشي غير هذا الصباح سيدي، كنا في هذيك المرحلة ما بين فوقيتها ديال في قول في 15 8 جاو الناس ديال بيلوتو وديال داسيا، قال لنا عندكم إجازة ديال 15 يوم غادي تدخلوا في 5 سعود، وهذه اول مره كتكون. حنا الثقه ديالنا ما عندنا حتى شي مشكل، قالوها المسؤولين ديالنا، ما لقينا حتى شي مشكل، مشينا معاهم في الخط. من بعد دخلنا في 5 في الشهر، قال لك راه غادي يجي. جا الاخ ديال المسؤول ديال هنا ديال بيلوتو، قال لنا سيدي غادي تخدموا، وكانوا في ديك المرحلة هذيك راه هزوا البياس منايا وراهم رجعوا البياس ديال الشركة كاملة. رجعوها فاش رجعوها، قال لنا راه غادي تخدموا، غادي نشوفوا مع الشركات الأم الهيونداي والداسيا والرونو، غادي نتفاهم معاهم ويشوفوا ربما يعطيونا طوموبيلات وداك الشيء، غنبقاو نخلصوهم يعني داك الشيء اللي كيسالوا غادي نبقاو نخلصوهم شويه بشويه. الساعه داك الشيء ما كانش في هذه المرحله، فاش مشاو تفاهموا مع الهيونداي وتفاهموا مع الرونو، قال لهم ما يمكن لناش، حنا عطينا داك الشيء اللي كنسالوا، اجي عاده باش نهضروا معك في هذا الشيء. جا هو قال لك انا ما تعيطوا لي، ما تقولوا لي، ما تهضروا معايا، هذا الاخ ديال مول الشركه، قال لك انتم ما تهضروني ما تعيطوا. حنا دابا بقينا في هذا المأزق هذا، مع من نهضروا؟ احنا في الشركه هنايا، الشركه ما خاصينش في شهر 8، هو كنا نتسناو حتى لاخر لحظه، هيا اليوم السبت، ربما ربي يدير شي تاوي الخير ولا يدير شي حاجه، ما كاين والو من داك الشيء هذا. دابا وقفنا. نعم. بحال تقريبا عدد ديال العمال اللي عندنا؟ العمال تكون واحد 70 80، المهم حنا نديرو ما عنديش انا بالضبط، ولكن تكون فايته 70 80. وما علاقة هاد الشركة بالحاج الثابت اللي غادر التراب الوطني؟ هو سيدي مولاها. هو مولش. نعم. والمدير العام هو كان فوض كلشي الاخ ديالو. كان فوض الاخ قال لك اسيدي انا ما قطع، قال لك قطع ديك التفويض، وقال له ما عنديش، قال له راه الزوجه ديالو هي الموجوده. دابا انتم كعمال شنو هي اهم المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا ناخذوا حقنا، طلنا شهر 8، ها هو عباد الله بزاف اللي ما لقاو باش يخلصوا الكرا. الكرا جات مع الكرا، جات مع العيد، جات مع الدراسه، جات مع كل شيء، ما يمكنش هذا الشيء. يجيو غير يهضروا معنا، حنا كلينا معاهم جوج دغت الخبز، كلينا ما نقروش حنا، هذه 14 عام ولا 13 عام راه المخير هنا راه عنده بعد 10 سنين الفوق، حنا ما طلبناش، حنا الله يجازيهم بخير، يجيو غير يهضروا معنا ونموتوا معاهم في الخط، ما لقيناش مع من نهضروا كاع. شكرا جزيلا.